للمطارين الأجلاء، قدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات والإقليميين والإقليميات، الكهنة والرهبان والراهبات، الإخوة والأخوات الأحباء، المسيح قام وهو الأول والبكر القائم من بين الأموات. يسعدني أن أوجه بهذه الرسالة أطيب التهاني والتمنيات بالعيد في إطار لقاء الصلاة والتهاني الذي تنظمونه يا قدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات والإقليميين والإقليميات في لبنان، شاكرا من القلب على الكلمة اللطيفة التي ألقاها باسمكم قدس الأبات هادي محفوظ مشكورا. فإليكم أقدم التهاني القلبية بالفصح المجيد، وإلى إخواننا السادة المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. وأختار موضوعا لهذه الرسالة كلمة القديس بولس الرسول: يسوع رأس مجد الكنيسة، رأس جسد الكنيسة، هو الأول والبكر القائم من بين الأموات. المسيح قام ليقيمنا من الموت الجسدي طبعا، وبخاصة من الموت الروحي بالخطيئة، ومن الموت المعنوي والنفسي باليأس وفقدان الرجاء في مسيرتنا التاريخية. من قيامته ولدت المسيحية، ولذا إن أهم حدث على الإطلاق في تاريخ العالم هو أن يسوع قد مات وقام وهو حي إلى الأبد. فأنشده داود: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهل به. ورأى فيه القديس مكسيموس النوراني التوراني نور المسيح الذي لا يليه ليل، نهاره لا تعقبه نهاية، إنه النهار الساطع في كل مكان لكي بنوره يهتدي كل إنسان. المسيح قام وهو الأول بين جميع الناس، وهو باكورة القائمين. فكما باكورة الموت في آدم، كذلك باكورة القيامة في المسيح. فإن لم نقم نحن قيامة القلب، يكون قد قام المسيح باطلا، وإن لم يكن قد قام لأجلنا فما كان من حاجة إلى أن يقوم لأجل ذاته. ولكن بما أنه مات تكفيرا وفدا عن خطايا جميع الناس ونحن أولهم، فقد قام ليقدسهم ببث الحياة الإلهية فيهم. وكما عاش المسيح فصحه بعبوره من عالمنا إلى الآب من خلال الموت والقيامة، متمما بهما رسالته الخلاصية لجميع الناس، كذلك كل إنسان والبشرية جمعاء مدعوون لعيش فصحهم عابرين من الخطيئة إلى النعمة ومن الباطل إلى الحق. بهذا العبور تفيض ثمار القيامة. بما أن المسيح هو الأول بموته فدا عن خطايانا، فكل واحد وواحدة منا مدعو ليموت عن خطاياه. وبما أنه باكورة القائمين من الموت، كل واحد وواحدة منا مدعو ليحقق في ذاته قيامة القلب وينعم بثمار القيامة. فلا يحق لأحد أن يبطل ثمار موت المسيح باستمراره في عتيق حياته وأسر خطاياه، أو يبطل ثمار قيامته بحرمان نفسه من الحياة الجديدة النابعة من الله.
إننا نقع في هذا المحظور إذا جعلنا موت المسيح وقيامته مجرد ذكرى تاريخية لحدثين انتهيا منذ 2000 سنة، ونقع في هذا المحظور إذا حصرنا العيد بمظاهر الأكل واللباس عند القادرين، أو أيضا إذا حصرنا ذكر الحدثين في النصوص الليتورجية الغنية بمضمونها إذا أبعدناها عن مجرى حياتنا الشخصية وطريقة عيشنا. لا يقتصر هذا الكلام عن سر الفداء بالموت والقيامة على جماعة المؤمنين، بل يشمل بنوع خاص المسؤولين المدنيين الذين نذروا نفوسهم للعمل السياسي من أجل تأمين الخير العام. هؤلاء إذا لم يحققوا في ذواتهم قيامة القلب ويعبروا من حالة الخطيئة إلى حالة النعمة لظلوا ممعنين في خراب الدولة وهدم مؤسساتها وهدر أموالها وإفلاسها وفي تدمير اقتصادها وفي إفقار مواطنيها وتحقير شعبها وفي تقويض مستقبل أجيالها الواعدة وتشتيت قواها الحية في 4 أقطار العالم. عشنا 4 الماضي مع السادة النواب المسيحيين في ظل سيدة لبنان حريصة خلوة روحية عمها الفرح المشترك بنتيجة إصغائنا معا إلى تأملين من الكتاب المقدس زرعا في قلوب الجميع فرح عمل الله كمبادر أول وفرح العمل المنتظر من الإنسان لإكمال العمل الإلهي فينا وفي دائرة محيطنا وفي شبكة علاقاتنا مع جميع الناس. هذا الفرح هو الثمرة الناتجة عن سماع كلمة الله، لأن الكلمة الإلهية تدخل في عمق قلب الإنسان وفكره وتستحثه على عيشها بالأفعال والمبادرات. وما زاد من هذا الفرح المشترك كان جو الصلاة والصوم وزيارة القربان المقدس وإمكانية التقرب من سر التوبة، ثم تكلل بالقداس الإلهي والمناولة الفصحية ومائدة المحبة في مركز بيت عنيا. فشكرنا الله على هذه النعمة وشكرنا كل الذين رافقونا بصلاتهم. بالطبع انطلق السادة النواب عائدين إلى مساحات عملهم الشاق ومسؤولياتهم الجسام فيما يتعلق بمصير الدولة والشعب والكيان والأرض، وأمام ضميرهم الوطني النيابي ما يثقله من مسؤوليات أهمها انتخاب رئيس للجمهورية ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظل مجلسهم النيابي معطلاً عن التشريع والمحاسبة والمساءلة فيما هم يشغلون منصباً فارغاً من محتواه. وإذا لم يفعلوا ظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات والوزارات والإدارات العامة مبعثرة والقضاء متوقفاً وخاضعاً للنفوس السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان، والسلاح غير الشرعي في حالة انفلات يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم
من قرارات مجلس الأمن، وأهمها القرار 1701. إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل السلاح؟ إلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟ 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، العيش في الحرمان والعوز حتى الانتحار، النقص في الأدوية للمرضى وعجزهم عن الاستشفاء وموتهم في بيوتهم، انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت، وتعطيل العمل والدروس ولا سيما في المدارس الرسمية، وجود 2,300,000 لاجئ سوري يستنزفون مقدرات الدولة ويعكرون الأمن الاجتماعي ويسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور، والأسرة الدولية تحميهم على حساب لبنان لأسباب سياسية ظاهرة وخفية. ومن الواجب الملح العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الأسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك. الشلل الاقتصادي وتدني الأجور وهجرة أهم قوانا الحية والفاعلة من مختلف القطاعات، شبه غياب عن الولاء للبنان والوطن بشعبه وأرضه وحضارته وحضوره في العالم وفي التاريخ، مشكلة الحالة العشائرية الضامنة التي تحكم الزعامات المتوارثة بالحياة السياسية، ما يوجب تغيير الذهنيات وتحرير المواطن من جميع الولاءات إلا الولاء للوطن، فيتساوى عندها المواطنون جميعهم أمام القانون. انتشار الفساد وتهافت أركان السلطة على تحقيق المكتسبات الشخصية والفئوية وتحاصص المغانم حتى بلغ الانهيار ذروته بالاستيلاء على جنى أعمار المواطنين. أي ثقة تريدوننا أن نعطي المسؤولين في الدولة عندنا المعنيين بالمؤسسات التربوية والاستشفائية والاجتماعية وهم يتنصلون من مسؤولياتهم بتأمين مستحقات الدولة سنوات وسنوات للمدارس المجانية التابعة للكنيسة، وهي 87 مدرسة تضم 28,676 تلميذا و 1,651 معلما، 453 موظفا، بالإضافة إلى المدارس التي على حساب الشؤون الاجتماعية بين عادية وتقنية وتضم 29 مدرسة و 3,470 تلميذا، وهي مستحقات في الأساس غير كافية لتأمين المطلوب تربويا، واليوم فقدت قيمتها بفعل تدني قيمة الليرة اللبنانية. ألا يشعر بالحياء هؤلاء المسؤولون فيما الكنيسة تؤمن هذه الخدمة التربوية الاجتماعية التي هي في الأساس من أولى واجبات الدولة؟ ألا يشعرون بالحياء تجاه العائلات الفقيرة والمهمشة
فيما هم مأخوذون بمشاريع طنانة غير ضرورية تستوجب ملايين الدولارات. ألا يشعرون بالحياء فيما الكنيسة تدق بخجل كبير أبواب المحسنين داخليا وخارجيا، والمسؤولون غير معنيين تماما؟ وما القول عن مستحقات الوزارات تجاه المستشفيات ودور المسنين واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة؟ والمسؤولون في الدولة غير معنيين بهذا الإنسان المحتاج الذي من أجله مات المسيح. أقمتم أيها المسؤولون في الوزارات بواجباتكم التي تبرر سبب وجودكم في الحكم أم لا؟ فإن الكنيسة ستتمسك أكثر فأكثر بواجبها الضميري في خدمة هؤلاء الذين سماهم الرب يسوع إخوته الصغار من أجل تحمين حقوقهم وحماية كرامتهم، والحيف عليكم. في ختام هذه الرسالة الفصحية نجدد معا التزامنا بالرجاء في تغيير وجه هذا العالم، لأننا أبناء وبنات القيامة، ولتكن رسالتنا تجاه شعبنا تثبيته في هذا الرجاء المسيحي. فالمسيح قام ليجعل كل شيء جديدا. أجل، المسيح قام. Oh.